وبما اننا بنحتفل طبعا باليوبيل الذهبي لحرب اكتوبر، مجله روزا اليوسف اصدرت عدد خاص في منتهى الاهميه، واعادت كمان نشر مجموعه من الموضوعات والمقالات اللي انتشرت في مجله روزا اليوسف العريقه وقت حرب اكتوبر، كمان التقارير الخاصه بالعبور وبطولات الجيش المصري في استرداد سيناء. كمان مقالة رئيس التحرير الأستاذ أحمد الطهري ركزت على أنه هذه الحرب غيرت المنطقة وإعادة رسمها من جديد، خصوصا بعد أن تمكنت القوات المسلحة المصرية من تحقيق النصر في المواجهة المباشرة مع إسرائيل رغم الدعم الأمريكي.